فاتح شمس الدينوف جمال الدين نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاتح شمس دينوف من دولة أوكرانيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. إذن المتسابق فاتح شمس الدينوف من أوكرانيا، تعليقكم شيخنا الكريم؟ بارك الله فيك يا أخي فاتح، ما شاء الله زادك الله توفيقا، يعني تبذل جهدا إن شاء الله عند الله مشكور في تعلم حروف العربية وأحكامها وتلاوة القرآن الكريم بلغة غير لغتك، زادك الله توفيقا. يعني قطعت مشوار في التعلم وبقي عليك مراحل أخرى، من جملة ذلك الواو العربية يا أخي و وو وي وي، ما هي مخلوطة بالياء، ما هي مخلوطة بالياء، بعذاب واقع ذا واقع، يعني الواو هنا مخلوطة بالياء، تؤويه ويه، الواو مخلوطة بالياء. عندك أيضا ما يسمى بعدم إتمام الحركات في بعض الكلمات، بعذاب وقيع، قيع، اسمع الكسرة، قيع، ليس له دافع، هذا الصواب. أما واقع قي، هذه ليست كسرة، هذه إمالة. دافع أيضا ما كالعهن، عي، لا كالعهن، عي، كسر كامل. وتكون الجبال كالعهن، تبهت؟ المعارج، عليك أن تبين حرف الجيم وتقلقله، من الله ذي المعارج، رج، تبهت؟ حرف قوي الجيم، ومكانه وسط اللسان ومقلقل وشديد، انتبه لهذه الأشياء وإن شاء الله تعالى تختفي من تلاوتك. بارك الله فيك وفيك، بارك شيخنا الكريم، وشكرا لك أخي فاتح شمس الدينوف من أوكرانيا.